اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد تيم واتس وزير الدولة للشؤون الخارجية بأستراليا وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى حوار المنامة وتم خلال الاجتماع بحث اوجه علاقات الصداقه والتعاون القائمه بين مملكه البحرين واستراليا وسبل الارتقاء بها نحو مستويات اكثر شمولا خدمه للمصالح والتطلعات المشتركه بالاضافه الى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الاقليميه والدوليه موضع الاهتمام المشترك.